رجعنا مشاهدينا ومكملين معكم فقراتنا في شاي الضحى. توني كنت اقول لك فاطمه، في كثير من الاشياء في حياتنا نسويها واحنا مو منتبهين ان احنا فعلا قاعدين نكررها باستمرار، مثل احنا مو قاعدين نفكر رايحين طريق الدوام كل يوم، نروح بنفس الطريق اللي متعودين عليه، والمخ يمكن تبرمج على نفس هذا الطريق. اليوم ضيفتنا راح تكلمنا عن هذه العادات اللي فعلا احنا قاعدين نسويها بشكل يومي، وشو ممكن ان احنا نغيرها اذا طبعا ممكن يضيف لنا ويضيف لحياتنا. رحب بضيفتنا الاستاذه ريم عصفور، باحث في مجال تنمية الذات. صباح الخير. يا هلا يا هلا فيكم، نورتينا في شاي الضحى. الله يحييك. موضوعنا وايد بكم ترى، اللي بنعرف ليش يصير كذي معنا. استكمال حق لقائنا المفات بعد صباح التغيير والتجديد، وانا احب التغيير والكل المفروض يحب هذا التغيير في حياتنا، لكن صحيح. في البدايه ودنا نمسك الموضوع من البرمجه، انا اسميها اللي احنا متبرمجين، نفس ما قالت اسماء، يمكن ان احنا نروح الدوام كل يوم نفس الدرب، ففي تفاصيل كثيره تطوفنا. سرحانين احيانا، اذا مثلا انا ماخذه نفس الدرب ممكن يكون وجهتي مكان ثاني، لكن الف على المكان اللي انا دائما متعوده اروح له. صحيح. فشلون ممكن الواحد يقدر يفتش هذه البرمجه ويعيش اللحظه من غير ما يكون غايب عن الوعي؟ هو اول شيء لازم تعرفين ليش الله سبحانه وتعالى اعطانا هالخاصيه ان احنا نتبرمج. اللي يصير لما نكون احنا في حاله وعي دائم، معناته مخنا دائما اليرت وقاعد ياخذ التفاصيل الموجوده، فما تقدرين تفضين مخك تسوين شيء ثاني. لكن الله سبحانه وتعالى اعطانا قدره ان لما نكرر سلوك معين، سبحان الله، يكون سلسله داخل الدماغ. نعم. وهذه السلسله يعني تتاكد مع تكرار الفعل اللي احنا قاعدين نسويه. فايش يسوي المخ؟ نشاط المخ لما درسوها تشوفين في البدايه لما يكون اكو مؤثر. نعم. يبدي يرتفع نشاط المخ، بعدين يصير سلو كلش نازل كأن الانسان نايم، وبعدين يرجع مره ثانيه يصعد بالنهايه لما يحصل المكافاه مالته او النتيجه اللي بيسويها. يعني مثلا عفوا، لما تقومين الصبح تفرشين اسنانك، انت ما تفكرين ان انا لازم ابطل حنفيه وبعدين افتح تلقائي يعني هذا كله تسوينه. مخش قاعد يسوي اليوم انا ايش بسوي، انا اليوم قاعده، وانت قاعد تفرشين، انت مو قاعد يعني مو قاعد تركزين بشغله واحده، مو حاسه اي انت، بس انت خلاص الفعل اللي قاعد تكررينه بشكل يومي، الله سبحانه وتعالى اعطانا خاصيه ان المخ ياخذ بريك، يطفي عشان يعني يعطي مساحه ثانيه. نعم. او اكبر حق الاشياء الثانيه اللي تفكرين فيها. نعم. سبحان الله. فما تاخذ منك يعني مجهود كل مره عشان تسوين الاشياء الصغيره او روتينات العاديه اللي انت متعوده عليها كل يوم. نعم. الشيء الغريب استاذه، يعني اليوم اوكي يمكن هذه عادات بسيطه نسويها بشكل يومي، مثل تفريش اسنان وغيرها، لكن لما الواحد يسوق السياره وطريق يمكن مدته نص ساعه 20 دقيقه وزحمه، شلون الواحد يوصل وجهته وهو مو حاس اصلا في هذا الطريق ولا عارف؟ انا مرات اقول انا شنو كنت مركزه، ما كنت ماسكه تليفون بيدي ولا اي شيء، يعني وصلت بس مو حاسه اني انا يعني شفت هالزحمه هذه اللي مرت علي. صحيح. الطريق ما ادري شلون وصلت له. صحيح، هذا هو، هذا جزء من البرمجه ان احنا او انها صارت هابت او عاده ان نقوم الصبح بس تركبين السياره بدون تفكير، راح تحطين حزام الامان، تحطين ريفرس، ترجعين تمشين وانت مخك اصلا بمكان ثاني. صح. انا اليوم شنو بسوي؟ من كلمني؟ انا معصبه على احد؟ هذا كله قاعد يدور في المخ وانت قاعد يعني سرحانه. هي مو سرحانه، لا هي مو سرحانه، انت مخك سبحان الله في هالوقت قاعد يتصرف بطريقتين. نعم. قاعد يشغل العاده يعني مثل الاوتوماتيك، والشغله الثانيه هي التفكير اللي عندك مساحه من التفكير. الوجود العاده في حياتنا وايد زين. ليش؟ اللي هي الاوتوماتيك ريسبونس، الرد الفعل الاوتوماتيك. مثلا لما انا اي شوي اعلم نفسي ان انا لما اشوف كاكاو راح اقول لا، بعد فتره لما اشوف كاكاو راح اقول لا بدون تفكير. اوكي. مثال ثاني، يعني احنا كمسلمين كلنا ما ناكل لحم الخنزير. نعم. انزين، فلما نروح اي مطعم بدون تفكير احنا تبرمجنا، فعلى طول نلغي الاوبشنز. نعم. اللي فيها بورك او لحم الخنزير. صح. فكذلك نفس الشيء لما ينبرمج نفسنا ان انا والله من اشوف الكاكاو راح اقول لا. نعم. بعد فتره خلاص راح يصير بدون اختيار. لما تلغين عنصر الاختيار في البروسيس في العمليه،
يطلع الشيء اللي احنا نسميه قوه اراده. صح. اوكي. وما في اسمه قوه اراده تبين صراحه. هو مع التعود خلاص تصير مثل برمجه جديده وعادات جديده قاعد تعلمها. صحيح. انا كلمه قوه اراده هذه قامت يعني صارت كلمه مهزوزه او مفهوم مهزوز عندي، لانها تعتمد على يعني على الشخصيه، وبعدين تعتمد على مزاجك، وتعتمد على الظروف اللي انت قاعد تمرين فيها. فماكو شيء اسمه قوة إرادة بحتة يعني. أي. اللي مو عارفين يسوون رجيم مع الوقت. مع الوقت أنا ترى جربتها مع المشروبات الغازية يعني. أي. أحس إنه خاصة في مجتمعنا العادات الغذائية شوي صعب إن نتحكم فيها، مع إنه ماكو شيء صعب، بس يعني طبيعة يعني بعض الأشخاص الكرم والضيافة يمعاتنا، فالكنترول على الأكل شوي صعب. صحيح. المشروبات الغازية من بعد ما قطعتها قبل فترة صار لي موقف ان انا جبرت اروح اشتري حق خواتي. فوقفت طلبت وما اعرف ناسية كم سعر اساسا. فاللي قاعد اطلب منه انصدم انه شو السؤال هذا يعني. ففعلا يعني الواحد اذا تعود على الشيء على شيء جديد لما يرجع له حتى ما يتذكر المعلومات الخاصه بهالشيء هذا. صحيح صحيح. وجود لما تين تتكلم عن ايجاد العاده او شنو هي، طبعا في عادات محموده وفي عادات سيئه مثل المشروبات الغازيه. المخ سبحان الله ما يفرق يقول هذا شيء زين وهذا شيء مو زين. انت بالنهايه مخك خلاص او هذا نسويه كل يوم خلاص خلينا ادخله في البرمجه مالتي. شو يصير؟ الناس اول كانت تركز على الروتين، عشان شيء كنا نقول اكو ويل باور او اكو قوه اراده، لكن مع الابحاث اكتشفوا انه وجود محفز وجود مكافأة في نهاية البروسيس هو اللي يتحكم في خلق العادة. فإذا أنا أبي أتخلص من عادة سيئة أمشي على نفس المحفز ونفس الريورد أو المكافأة، لكن أغير الروتين الخطوة اللي بالنص. فمثلا أنا ضايق خلقي أوكي، فأقوم أكل عشان أستانس. وايد ناس تسوي هالشيء يعني. فأنا إذا بغير هالعادة شنو أسوي؟ انا ضايق خلقي، انا اقول حق نفسي المره الجايه لما يضيق خلقي ما راح اروح اكل، راح اروح اكلم رفيجتي. اوكي. فيصير انا ضايق خلقي شو اسوي؟ اكل؟ لا، انا قايله بغير العاده، ايش راح اسوي؟ راح اكلم رفيجتي، راح استانس، اتمشى يعني على البحر مثلا. مثلا تحطين سيناريوهات وايد حق هني بهذا البلوك، يعني اذا احنا شفناهم ثلاث خطوات، فالخطوه هذه اللي بالنص راح تغيرينها بحيث ان انت ما ترجعين حق العاده القديمه. نعم. شوي شوي راح يتغير، لان انت الهدف البدايه شنو؟ ان انا ضايق خلقي، والنهايه ابي استانس. انزين. أوكي. فاذا اغير اللي بالنص هذا اللي مأذيني. اي مثلا اكو ناس يقول لك انا عشان العب رياضه لازم اقوم الصبح احط جوتي رياضه قدامي عشان يعني اتشجع، هذا المحفز مالي. أوكي. فانا اشوفه اروح البس واطلع امشي. شنو الريورد مال او المكافاه مالت الرياضه؟ انا راح احس مثلا انا خفيفه. اللي يلتزم برياضه بعد فتره يحس انه لازم يلعب رياضه ولا مخه يتعب. اي لان في يعني في جانب يعني جانب ايجابي للمخ بعد سبحان الله. فانت لما تلعبين رياضه هذه المكافاه مالتك ان الله تحسين خفيفه ومستانسه ومرتاحه بالنهايه. نعم. فاذا كان محفزنا والله عفوا يعني بهالكلمه جوتي رياضه قدامي والنهايه اتذكر فيها انه انا بلعب يعني بستانس او برتاح، فراح امر. نعم. بهالروتين بكل سهاله. نعم استاذ ريم الكلام وايد حلو هذا، والواحد فعلا يفكر انه ممكن يغير بعض العادات السيئه اللي يمارسها بشكل يومي الى عادات ايجابيه. هل هالشيء كل الناس تقدر تسويه؟ يعني في ناس تقول لك انا ناويه اني انا اتغير، خلينا نقول مو شرط انه رجيم، اسوي رياضه، ابطل عاده مثلا انا قاعده اسويها كل يوم قاعده تاذيني او قاعده تضايقني. هل فعلا كل الناس يقدرون انهم هم يتجاوزون هالشيء ويغيرونه بعاده زينه او هم حابينها؟ هو تقدرين. في كاتبه انا حتى جايبه الكتاب معي اسمها جريتشن روبن. اوكي. كاتبه كتاب اسمه بيتر ذان بيفور. انا يوم قريته انا وايد هالمجال يعني بحثت فيه انني في 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 تريك، في شيء موجود عند الناس مو موجود عند الناس الثانيين، فظليت ابحث ايش معنى. فهي تتكلم عن وجود انماط شخصيه. اوكي. في اربع انماط شخصيه حق الناس اللي او يعني العموم الناس يعني. يعني بشكل عام الناس بشكل عام. اوكي شنو هما؟ خليني اشوف انا من اي نمط. اكو شخصيه اللي يقوم الصبح التو ليست مالته جاهزه، انزين يلزم نفسه بنفسه ما يحتاج احد يلزمه. هذا
ما تخافين عليه. يعني مثلا بروحه يقوم الصبح، بروحه يسوي كل شغله، ما يحتاج اي احد ما يحتاج احد يدفعه انه يتصرف بهالطريقه ولا شيء، هو بروحه يعني مكتفي ذاتيا بالموضوع. خلاص هذه شخصيتي انا، من وانا صغيره. اوكي انزين، انت من القله على فكره اللي من الناس. القله الثانيه اللي هم منه، اللي هو المتمرد، هذا ما يعجبه شيء ولا له خلق يلتزم بشيء ولا يعني عناد لاقصى درجه، ممكن يعاند نفسه. هذا ام عندها عيال بهالنوع الله يعينها الله يصبرها. انزين بعدين غالبيه البشر تقع اما من نوع اللي يسمونها الاوبلايجر، اللي هو اللي يحب يسمع كلام الناس ويرضي الناس، او الكويستشنر اللي هو المتسائل. اوكي شو الفرق؟ اللي يقوم الصبح، اللي هو اللي مكتفي بذاته، يقوم الصبح يخلص شغله بشغله بروحه، هذا خلاص ما تحاتينا. الأوبلايجر عشان يسوي شيء، على فكرة الناس الأوبلايجرز، الأوبلايجر عشان يسوي شيء لازم يلتزم مع أحد. أوه. فتلاقينا مثلا الافضل انه مثلا اواعد وحده عشان نروح نمشي. اوكي وايد اسمع ناس يقولون هالكلمه على فكره. إيه؟ صح اي عرفتي، اقوم اسوي الشغله الفلانيه، يعني جت فتره مثلا عشان اخلص الكتب اللي قاعده اقراها، الزمت نفسي ان انا كل يوم اتكلم عن الكتاب في حسابي في سناب شات. فكان أوكي. لازم اوجد، يعني الزمت نفسي مع الناس انا راح اتكلم عن هالكتاب كل يوم علشان تقدرين انت شيء يربطك. بالضبط، عشان اقوم الصبح اطلع من البيت اوصل ولدي المدرسه. اوكي، لان ما تخليني بروحي ما راح اطلع. ممتاز. عرفتي؟ فهالنوع يعني مثلا الحين نوع شخصيتي وشخصيتك ما راح نلتزم نفس العادات بنفس الطريقه، نحتاج يعني محفزات مختلفة. أنا ما أبي أصير غامضة، ما أحب أكون غامضة، أنا نمط الأول بعد نفس اسماء. إيه؟ وأصلا في كل جوانب حياتي أنا مكتفية يعني ما بنفسي شاء الله. وسعيدة بهالشيء. إيه؟ يعني أحس تجربة حلوة في الحياة. صح. أن الواحد يكون معتمد على نفسه. صحيح. والشغلة الثالثة، النوع الثالث اللي هو الكويستشن المتسائل، هذا شلون تحفزينه؟ هذا لازم يقتنع ليش يسوي الشيء، يعني لازم تعطينا سبب مثلا ليش انت تسوي كذي، كل يوم بتسولفين معاه يعني. اي اي تخيل انه هو عشان يقنع نفسه، يعني هو لازم يعرف نفسه، فما يصير تقولي له والله انت لازم تقوم الصبح تلعب رياضه، ايش حق العب رياضه؟ لانها راح تعدل مزاجك. صراحه نورتيني بهالموضوع، تدين ليش استهدف فعلا هذا وايد مهم، خصوصا الام مع عيالها. يعني مثلا على سبيل المثال، ام اليوم تشوف عيالها مثلا احد من عيالها وايد يتساءل كل يوم نفس الاسئله. إيه؟ فهي تمل او تعصب انه ليش نفس السؤال ينطرح. فاعتقد انه كذي تكون فاهمه هي نمط الشخصيه او نوع الشخصيه كذي. هو في مرحله عمريه اصلا مع الاطفال، مرحله ليش، تي عقبها مرحله ادري. ادري كل شيء ادري، لما بعدين تشوفين مشاكل. مرحله ليش لازم تطول بالها، يعني لان الاسئله ما تنتهي. النمط الاخير اللي هو قلنا المتمرد، اللي هو ما يسمع الكلام، هذا شلون تخلينا يسوي شيء اذا تبينه يلتزم بعاده معينه، ان تقولي له انت ما تقدر تسويها. تتحديني يعني. فكل واحد الحين يعرف نمط شخصيته ويلتزم بعادات اللي تناسب هالنوع من شخصيته. وايد حلو. اكو ناس اللي مثلا اللي تقعد الصبح بروحها، يعني انا اسم الله علي ولدي كان يقعد النوم الصبح الساعه 5، فكان وايد سهل عنده يروح الحضانه الساعه 8. ما شاء الله. يعني خلاص بنتي مستحيل، كان لازم يعني مرحله الحضانه قزرناها، متى ما قعدت راحت. زين الأطفال أيضا في كبار يعني يحتاجون مثلا أن أحد يحفزهم عشان يقعدون الصبح ويروحون شغلهم؟ هو سبحان الله طبيعة بشرية، أكو ناس تقعد الصبح، أكو ناس تقعد الضحى، أكو ناس تقعد بالليل، يعني كل واحد طبيعة البشرية تختلف. مشكلة أن إحنا مرات ملزومين كلنا نقوم الصبح للدوامات الصبح تكون عشان يقومون. هذا هو لازم يعني يتعامل مع نفسه. بس أقصد إذا أنت بتين تعدلين عادات مالتك، ما قدم العادة الجديدة اللي أنا أبيها الصبح إذا أنا مو شخص صباحي يعني. نعم. اي فاختار الاوقات، لان اكو ساعات مثلا اكو يعني كتب التغيير يقول لك والله الناجحين في الحياه يقومون الساعه 5 الصبح، مو كلنا نقدر نقعد ما له علاقه. صحيح. لا في نظريات قائمه على هالشيء على فكره، يعني شيء في ناس شغلهم في الليل وناجحين ومتميزين. صحيح يعني في ناس دوامهم شفتات شو تسوي. في واحد كتب كتاب وصار عنده يعني مدرسه فكر كامله، انه هو يشتغل 3 ساعات باليوم فقط لا غير. اوكي انزين 3 ساعات بس هذا الدوام، وناجح جدا. أوكي. في عمله، بس هو يعني الفكر ماله انه يعني جهد اقل مردود اكثر. اي شلون تشتغل بفعاليه اكثر بحيث انت ما تحتاج تكون موجود بالدوام، يعني بيزعلوا مني الحين اصحاب الاعمال، بس انه ما تحتاج تكون بالشغل مده 8 ساعات متواصله،
اذا انت تقدر تنجز الشغل في 3 ساعات وخلاص وانتهى الموضوع. والحين اتوقع الفرص يعني متاحه للجميع، يعني ممكن احنا نطبق هالقاعده هذه لو كان عندنا بزنس خاص فينا احنا، نقدر نحدد وقت العمل اللي يناسبنا ويناسب ايضا الاستاف اللي يكون معنا. صدقيني البزنس الخاص ياخذ وقت من الصبح ليه بالليل. يمكن في البدايه، لكن لما تستقر الامور خلاص اصير احدد جدولي. في البداية أكيد يكون في يعني بعض التوتر، هل راح ينجح المشروع إيه أو لا؟ صار لي 10 سنين. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لا لا. أمر هذا. لا لا لا، هو في يعني مث مع لما تكونين يور اون بزنس، انه أيه. انا حشتغل الوقت اللي يناسبني. يمكن الشيء الوحيد اللي يساعدني فيه اني اقدر اروح اجيب عيالي من المدرسه متى ما ابي، فقط لا غير. غير كذي عندي التزام كامل، يعني تلتزمين من الصبح لبالليل، تردين على الناس، على مكالماتهم. نعم، انماط شخصيات كثيره ذكرتي، يمكن 4 انواع لانماط الشخصيات. شلون الواحد يكتشف انه هو من اي نوع من هالشخصيات؟ ذكرتي حضرتك بعض النقاط المهمه، في ناس تخلط بين الكل. صحيح، هو يعني اكيد عندنا تندنسيز او عندنا يعني ميول اكثر من لاكثر من جهه، لكن في شيء راح يغلب عليك. اللي يبي يبحث في الموضوع، الكتاب اسمه Better Than Before، وعندهم بالموقع مالهم في questionnaire تسوينه وتجاوبين عليه. هو كله باللغه الانجليزيه؟ اعتقد هو موجود، يمكن موجود في الكتب العربيه. نعم. بس عاده تلاقين اكو اشياء يعني سبلمنتد، تلاقين يعني مكتوبه في اشياء، يعني احد مترجم جزء مني، احد مترجم. نعم. جزء. اكيد راح تلاقين شغله وايد حلو، يعني يصير مثل اختبار، انت ممكن تحلين تعرفين انت، بعدين تطلع لك الاجابه. صحيح. من اي نمط. صحيح صحيح، فراح تعرفين وبعدين تبدين تبحثين يعني شنو النمط مالك، شنو اللي يناسبه، شنو اللي ما يناسبه. يعني لا تمشين عكس طبيعتك البشريه بمعنى اصح، يعني لا تعاندين نفسك عشان تغيرين. نعم. امشي مع نفسك عشان توصلين حق التغيير اللي انت تبينه. نعم، شيء وايد حلو ان الواحد يتعرف على نفسه ويكون عارف شنو الامور اللي يقدر يغيرها وشلون، لان مرات الواحد يقول انا ما اقدر اتغير. صحيح. والواحد يقدر اذا كان عارف. صحيح. شنو هي شخصيتك. شكرا لك استاذه ريم العصفور، نورتينا اليوم في شاي الضحى، وموضوع الشاي الصراحه وايد حلو. الله يخليك. شكرا، مشكورين وايد على استضافتكم. يعطيك العافيه. ننتقل معكم لفقرتنا الأسبوعية مع زميلتنا هبة القحطاني، ومواهب ورياضة مميزة أكيد راح تكلمنا عنها في هذا الأسبوع، نستفيد منها معلومات كثيرة، تابعوها في الفقرة الجاية.